السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، لاباس عليكم؟ أموركم هنيا، كلكم بخير. اليوم إن شاء الله نهار ديال البحر. اليوم إن شاء الله غادي ندوزو نهار مختلف، ومن بعد هاد الستريس ومن بعد هاد المدة ديال غير حجر صحي غير الدار وستريس، قلنا لمالا نمشو البحر ونبدلو الجو، وقلت كذلك نبارطاجي معكم نهار ديالنا كي غيدوز. هنايا كما كتشوفوا عندي جنيوحات ديال الدجاج، وديجا غسلتهم ورقدتهم في شويه تحت الحامض والملحه، ومن بعد ثاني عاود شللتهم مزيان. وهنايا عندي شويه ديال البابريكا، سكينجبير، شويه البزار، الكمون، الخرقوم، الملحه، زيت العود ولاموتارد، وغادي نحتاجو حتى العصير تاع الحامض. وهنايا مع غادي نصاوب واحد سلطة ديال البلغور، غادي نحتاجنا بلغور مرقد في الماء ضروري باش كي يشرب مزيان. نحتاج مطيشه مشلضه، الفلفله تا هي، والبصله، وبابريكا، سكينجبير، الخرقوم، الابزار، والزيت العود، والملحه، وحتى سكينجبير. دابا غادي نبدا ندير في الاقامه. مهم هنايا غادي ناخذ معلقه صغيره، يعني الراس تاع معلقه، نص معلقه صغيره ديال الخرقوم، وغادي نزيد معلقه ديال الكمون، معلقه وحده، معلقه صغيره هي نفسها غادي ندير فيها العبار كما كتشوفوا في الفيديو، معلقه ديال البابريكا، وغادي ندير واحد نص معلقه ما عامرش ديال البزار. غادي نزيد ثاني نص معلقه ديال السكينجبير، بعدا غادي نزيد معلقه ديال الملحه، الملحه ديما على حسب الذوق، صراحه هاد جنيحات ديال الدجاج كيطيبوا في الفران كيجيو ألذ ما يكون. كما هانتوما كما كتشوفوا دابا غادي نزيد هاد المعلقه ديال الملحه، وغادي نزيد نص كاس ديال زيت العود، وغاديه نضيف حتى لاموتارد، يعني نقول القياس ديال ثلاثه المعلقات حتى ربعه المعلقات كبارات، وغادي نزيد واحد نص كاس تاع الحامض، ومن بعدها غادي نخلط كل شيء مزيان، وغادي نستفهم في الطاوه ديال الفران، وغادي ندخلهم يطيبوا. مهم المده على حسب كل فران، وعلى حسب الجناح ديال الدجاج واش كبار ولا صغار. مهم عينكم ميزانكم، راه غادي يبان لكم الدجاج ملي غيبان لكم تحمر ولا مقرمل صافي راه طاب، ما كياخذش الصراحه الوقت بزاف. وكذلك غادي نمشي نوجد معكم البلغور التركي على طريقتي، هو صراحه كيجي لذيذ لذيذ بزاف. هنايا خديت واحد المقله، غادي نضيف لها داك نص كاس تاع الزيت، وغادي نزيد عليها البصله والفلفله الخضراء ومطيشه اللي مقطعين بحال هكا طريفات صغار، غادي نشحرهم مزيان، ومن بعدها غادي نضيف الاقامه. صافي دابا كينا من بعد ما تشحرت ليا هاد البصله والفلفله والمطيشه، غادي نزيد عليها شويه تاع السكينجبير، وشويه ديال الابزار غير قبيصه صغيره بصراحه ماشي بزاف. ودابا غادي نضيف البابريكا كما كتشوفوا، يعني كثرت شي شويه على القمه الاولى، بغيت البلغور يجيني ياخذ اللون الاحمر. هنايا ضفت شويه ديال الكمون، وغادي نضيف الملحه كل واحد على حسب الذوق ديالو، وغادي نزيد واحد القبيصه صغيره ديال الخرقوم، وصافي غادي نخلط كل شيء. ملي غادي ندمج ليا القامه مع البصله والمطيشه والفلفله، غادي نزيد عليهم البلغور اللي كنت ديجا مرقداه في الماء.
البلغور ملي كترقدوه في الماء كيشرب مزيان وما كياخدش طياب بزاف، ده غير كيطيب. مهم ملي غادي نضيف هاد البلغور غادي نضيفه بالماء ديالو ياك، وعينكم ميزانكم هذيك الساعه على بالكم البلغور محتاج تاني يعني تضيفوا له الماء باش يطيب مزيان، زيدوا له الماء. وصفة غزالة صراحة وكتجي بنينة وصحية في نفس الوقت. هاد البلغور فيه نواع بصراحة، فيه نواع بزاف، كاين بحال هذا ابيض كيكون واحد النوع ديال هول ويت، يكون يعني كحل، يعني فيه داك الحبة كاملة بالنخال تا كيما كنقولو، يعني حبة متكاملة، وصراحة بنين بنين بزاف، وكنصاوبو بيه عدد الوصفات. الشوربات حتى هي كيعطي واحد اللذة هائلة. صافي، ها هو وجد بهذه الطريقة خاص يكون. هما الجنيوحات ديال الدجاج تحمروا في الفران كيجيو بهذا الشكل هذا، صراحه كيجيو غزالين بزاف وبنان، ورافقتهم بشويه الكاتشاب. ومهم صراحه وصفه غزاله غزاله، خاصكم تجربوها. وهذا هو البلغور ديالنا قدمته على هذا الشكل هذا، وصافي هذه هي المائده ديالنا. وجدت واحد الشلايضه بالخص وداك الشيء، شلاضه خفيفه وطريفه، وصافي حنا غادي ناكلو من بعدها نتجهوا للبحر. احنا وصلنا البحر، الدخلة كتكون لهاد بحال هكذا، والناس اللي كيسكنوا في الولاية اللي كيكون في هاد البحر هذا ما كيخلصوش، كيخلصوا غير الناس اللي كيكونوا جايين من ولايات اخرين. صراحة كما كتشوفوا تبارك الله راه كبير، يعني فيه عدة البلايص ماشي غير بلاصة وحدة. مهم صراحة كبير 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 بزاف ما شاء الله، وفيه بلاصة تاع الشواء، وفيه بلاصة ديال فيه البارك، وفيه حتى البلاصة ديال الكامبين اللي بغى يدير الكيطون ويبقى فيه شي يامات. مهم صراحة اللي جا هنا الميريكان وجا الكنريكات يجي هذا البحر هذا، صراحة غزال بزاف ما شاء الله. هي غير ولف دابا بابا 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 Thank you.
بنتي كتحاول تضحك اخوها التوأم، ما شاء الله عليهم الله يحفظهم. وكنتمنى كل وحده يا ربي يرزقها ما تمنت في خاطرها، كل واحد كنتمنى يا ربي ما يحرموش من الذريه، والذريه الصالحه يا ربي هذو سبحان الله هما زينه الحياه. والحمد لله، والله يرزق كل وحده او كل واحد اللي بغى وما تمنى في خاطره وفي خاطرها يا رب. الحمد لله داز نهار زوين ومختلف، مدة هذه ما بقينا خرجنا، والحمد لله دابا كينا جاتها الفرصة، والحمد لله الأوضاع كلها بدات كترجع للنورمال. واخا باقي ندير الاحتياطات أكيد ضروري منها، ولكن حسن من الأول بعدا. نتمنى هذا الفيديو هذا يكون نال الاعجاب ديالكم، ولعجبكم الفيديو ما تنساوناش باللي لايكس وبالكومنتيرات الزوينين، وبارتاجيو مع الاحباب والعائله، وضغطوا على ابوني والجرس باش ديما بقى يوصلكم الجديد. وكنشكركم بزاف على المشاهده، وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي مع فاميلي كيتشن فلوغز. السلام عليكم.